ده هيخليني ارجع لسياده اللواء رئيس الحياه عشان تقول هو من طبيعه عمل الاستاذ فرج، او يعني خلينا واحنا بنتكلم على دوله قانون نتكلم على سياده القانون، من حقه ان هو يشوف المقاهي المخالفه والتعدي على الحي وعلى المنشات وعلى الشارع، لكن هل من حقه ان هو يشوف الطلبه اللي مزوغين من المدارس ومنعهم من التواجد بحكم القانون؟ بص حضرتك، احنا من طبيعه عملنا او من اساس شغلنا ان هي الاشغالات اللي موجوده في الشارع والكافيهات والقهاوي اللي فاتحه بدون ترخيص. تمام. طبعا احنا بنعاني منها لانها عندنا كميات كبيره من القهاوي والكافيهات موجوده في حي العجوزه. صح. ده مش من دلوقتي، ده من زمان. بنحاول نرجع تاني ونطبق القانون ونرجع تاني بسد قانون للكلام. احنا بنعمل حملات يوميا على الكافيهات وعلى القهاوي بحيث ان المخالف بنعمل له عمليه غلق وبنعمل له عمليه تشميع وبنقطع عنه المياه والكهرباء. بيبقى نازل معانا شرطه المرافق وبقى نازل معانا مباحث، بقى مجموعه جروب نازل بالكامل علشان ينفذ هذه المهمه يوميا سواء كانت فتره صباحيه او فتره مسائيه. الفكره جت ان لقينا في فيديو كان موجود على اليوتيوب يعني العنوان بتاعه مقاهي الطلبه. فقلنا طب ما احنا نشوف، يعني احنا عندنا كافيهات كتيره وعندنا المدارس يعني برضو الموجوده كلها داخل المنطقه، نشوف هذا الكلام ونعمل حمله صباحيه بحيث نشوف الكافيهات الموجوده القريبه من المدارس ونشوف هل الكلام ده صح ولا لا. فابتدينا ننزل، ففعلا لقينا الكلام ده مظبوط وابتدينا نعمل حملات موجوده. القهوه اللي بنلاقي عندها طلبه موجودين بنمشيهم طبعا عشان دول يعني مش هنقدر ناخد معاهم اجراء، دول لسه ولاد صغيرين يعني اقل من 18 سنه. يعني انا في حته برضو عايزه احيي حضراتكم عليها، وعايزه برضو الساده المشاهدين يكونوا معانا، انه كان في تجاوزات اخرى من هؤلاء الطلاب، ونظرا لان دول برضو مش عايزين يعني نقول ايه التجاوزات دي لانه لسه ليهم مستقبل وشوشهم واضحه في الفيديو، اهاليهم شايفينهم. فيعني بشكر ضيوفي المحترمين اللي رفضوا حتى يقولوا كمان تفاصيل اكتر عن الفيديو، لان الموضوع ما كانش مجرد تدخين للشيشه فقط. اتفضل كمل. فبالتالي احنا ابتدينا ننزل على المدارس اللي هي قريبه منها الكافيهات، وننزل نشوف القهاوي اللي قاعد عليها الطلبه بنمشيها، والقهاوي بناخد معاها الاجراء القانوني. يعني القهوه اللي كان موجوده احنا شمعناها وقفلناها. قانون سياده اللواء مثلا، انا مش بقارن حاجتين ببعض، لكن هضرب على سبيل المثال ان انت بتلاقي في كل الدول وفي كل الاماكن مثلا يقول لك المكان ده غير مصرح ان هو يدخله تحت سن 18 سنه، على علبه السجاير غير مصرح للبيع لاقل من سن 18 سنه. هل ده بموجب القانون؟ عشان بس الجزئيه اللي اثيرت ان حضرتك بتتخطى القانون، وان استاذ فرج مش من حقه ان هو يفرض وصايته على الاولاد. حضرتك يعني المقهى المخالف او العقار المخالف او فيما يتعلق باشغالات الطريق ده داخل ضمن وظيفه حضرتك، لكن انا بتكلم في الشق القانوني، مسؤوليتك تجاه الاولاد دول. الشق القانوني مسؤوليتي كمسؤوليه رقم واحد، مسؤوليه كاب ودول اولاد، دي مسؤوليه ادبيه حضرتك بتتبرع بيها. بالنسبه للشق القانوني بالنسبه لنا احنا، اي قهوه موجوده ومفتوحه بدون ترخيص بنمشي الناس اللي موجوده عليها وبناخد الكراسي بتاعتها ونفضيها وبنعمل لها عمليه تشميع، فكده كده احنا ما عملناش حاجه خارج القانون، هم كده كده هم مشوا مع الناس اللي كانوا موجودين وشمعنا القهوه وبناخد معاها الاجراءات. لا انا بتكلم قهوه مش مخالفه. قهوه مش مخالفه بس فيها طلبه دون تحت السن وبيدخنوا، وطبقا للقانون ان احنا بنقول ان التدخين ده 18 سنه، وهي القهوه مش مخالفه. لا المفروض ما من حق حضرتك تتدخل ولا لا؟ من حق ان انا اتدخل، لان انا المفروض القهوه دي ما فيش مفروض فيها شيشه اساسا، لان لازم يكون واخد تصريح. واخد تصريح، ما هو مش هلاقيها جنب المدرسه، هلاقيها في الكافيهات الكبيره ومش هلاقي عليها الاولاد دول موجودين. هم ليه بيروحوا القهاوي اللي هي لان تكلفتها اقل من الكافيهات الكبيره، فبيروحوا يقعدوا عليها وبيتعمدوا اصحاب الكافيهات. يعني حضرتك شايف ان في تعمد من اصحاب الكافيهات ان هم يقربوا من المدارس عشان يستقطبوا الطلبه؟ لا هم موجودين بس هم الطلبه موجودين. بتروح يعني يعني حضرتك التكلفه بتاعتها او الطالب اللي هيقعد عليها تكلفته قليله. مش هيقدر يقعد على الكافيه مثلا 4 نجوم او 5 نجوم تبقى تكلفته عاليه، ولما نيجي نبص على الطلبه اللي هي قاعده هنلاقي هم من نفس المستوى يعني الـ مش مرتفع او المادي يعني
يعني من زينا كده من الطبقة اللي هي الكادحة اللي باباه بيصرف عليه علشان يقدر يوفر له إذا كان بياخد مصاريف المدرسة أو يجيب له كتب، فما ينفعش هو يكون يعني واخد مصاريف المدرسة وباباه عارف إن هو في المدرسة وإحنا سايبينه قاعد برضه على القهوة يعني. طيب أستاذ